على المحبة والخير والصحة والأمل. نلقاكم دائما مشاهدينا في كل مكان، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل الصحة. مشاهدينا، أمراض الظهر والعمود الفقري تعتبر من أكثر الأمراض انتشارا، وهي تسمى السهلة الممتنعة، ولا تقتصر على فئة معينة، كل الفئات معرضة للإصابة بأمراض العمود الفقري، والتي تعتبر منتشرة كثيرا أو تسمى الآن هي مرض العصر. اليوم سوف نضيء على مشاكل العمود الفقري جميعها وكيف يتم التعامل معها مع الأستاذ الاستشاري همام باقي. ابقوا معنا. تعتبر ألم الظهر والعمود الفقري أكثر الأمراض انتشارا في العالم، وتوصف بأنها سهلة ممتنعة، ولا تقتصر على فئة اجتماعية دون أخرى، بل تصيب الناس جميعا ودون استثناء، حتى أصبح يطلق عليها مرض العصر. في دليل الصحة لهذا اليوم، ما هي أكثر مشاكل العمود الفقري شيوعا؟ وكيف يتم التعامل معها؟ وكيف نحمي أنفسنا من الإصابة بآلام الظهر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيبكم عليها في دليل الصحة بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. إذن مشاكل العمود الفقري هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع الأستاذ الدكتور همام باقي، الاستشاري في أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري وجراحتها. صباح الخير إليك دكتور، ورمضان كريم علينا وعليكم. آمين يا رب. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا رب. اليوم دكتور سوف نتناول يعني في كل حلقتنا اليوم مشاكل العمود الفقري. يعني سوف نتناولها مشكلة مشكلة. الآن سوف نبدأ بموضوع جنف العمود الفقري أو انحناء العمود الفقري. دعنا نتحدث عن هذا المرض أو هذه المشكلة. مع الأسف مشاكل العمود الفقري، يعني بالإحصائيات أنه تقريبا 80% من الناس بيراجعوا أطباء الجراحة العظمية مشان مشاكل العمود الفقري، سواء كانت جنف أو غيرها. يعني مثل ما تفضلت، هي من الأمراض المنتشرة جدا وسهلة وممتنعة. قبل ما نحكي على مشاكل العمود الفقري والجنف بشكل خاص، بدي أعطي فكرة تشريحية عن العمود الفقري اللي هو بيحمل أساس الجسم كله وبيحمل الأعضاء الحيوية في الجسم. العمود الفقري بتكون من 33 فقرة. مقسمة بين 7 فقرات. رقبية 12، صدرية 5، قطنية وتسعة، بينها 5-4 بين العجزية والعصاصية. العمود الفقري إذا نظرنا له نحن من الناحية الأمامية بيكون مستقيم بشكل كامل، والناحية الجانبية بيكون له انحناءات والتواءات بشكل تقريبا حرف S، يعني من الناحية الجانبية. يعني هو طبيعيا يوجد به انحناء. طبعا هو بيكون في عنده تحدب في منطقتين، وفي عنده مثل إنه تقوس في منطقتين. بس من الناحية الأمامية لازم يكون مستقيم تماما. الجنف مع الأسف اللي هو من أكبر مشاكل العمود الفقري، هو انحناء العمود الفقري من الناحية الأمامية نحو اليمين أو اليسار لأكثر من 10 درجات، واللي إذا ما تم علاجه مع الأسف بيؤدي لمشاكل خطيرة جدا ومعقدة جدا. لذلك احنا عندنا الجنف من أكبر مشاكل العمود الفقري بدون نقاش، لأني إذا صار جنف من ناحية صدرية بيأثر على الرئتين وعلى تنفس المريض وبيأثر على القلب، وإذا كمان صار في كمان جنف من ناحية القطنية بيأثر كمان على منطقة البطن والأعضاء الداخلية. لذلك عندنا مشكلة الجنف بتصير فيه انحناء بيأثر على كل الأعضاء الحياتية في جسم الإنسان. يعني ممكن أن نقول أنه الجنف هو من أخطر مشاكل العمود الفقري؟ طبعا مع الأسف، وأصعبها وأصعبها. لذلك بتلاقي الأطباء قسم قليل منهم اللي بيشتغل بالجنف، عملية الجنف طبعا، لأنه موضوع كثير حساس. طب كيف تلاحظون الجنف، أو حتى المريض يعني متى يأتي بشكاية الجنف؟ كيف يلاحظ الجنف؟ نحن عندنا أهم شيء لتشخيصه هو أهم شيء عندنا وعي الأهل. يعني إذا الأهل شافوا إنه الولد عنده نيا في عنده عدم تساوي في مستوى الكتفين، عنده كتف أعلى من كتف، أو عنده تبارز في الأعضاء، مثلا إنه تبارز في مثلا لوح الكتف، بنلاقي إنه لوح الكتف اليمين تبارز أكثر من اليسار، أو تبارز في الأضلاع، يعني عنده ضلع قسم من القفص الصدري اليمين فرضا بارز أكثر من الطرف اليسار، أو في عنده عدم تساوي بين مستوى المحور الأفقي بين الكتفين والحوض، يعني انه المريض في عنده
ميلان وعدم تناظر في مستوى الاكتاف والاضلاع، وعنده كمان تبارز غير منتظر غير متناظر. يعني اذا نظرنا للانسان اذا كان العمود الفقري بشكل مستقيم، انه عندنا الطرف اليمين مثل اليسار بمستوى اكتافه وتبارز لوح الكتف وتبارز اضلاعه، اذا في اي خلل في المحور هذا خلينا نفكر بالجنف. تمام. اذا اردنا ان نعرف اسبابه دكتور، هلا الجنف نحن بنقسمه لثلاث اسباب اساسيه. الجنف الخلقي هذا مع الاسف انه بتكون اثناء الحمل داخل بطن الام وهو جنين، هي انه من اكثر نظريات بتقول انه اسبابه مورثه. السبب الثاني هو الجنف العصبي او الخلقي المترافق مع امراض عصبيه او مثلا ضمور عضلات او شلل دماغي. والنوع الاكثر مع الاسف بنسميه الجنف التلقائي غير معروف السبب، يعني مجهول السبب بنسميه ايدوباتيك، نسبته 80%، وهذا مع الاسف ما في نظريه بالميه ميه بتحكي عنه غير انه فرضيات، انه كمان انه عامل وراثي. وهذا يقسم حسب الاعمار لثلاث فئات بين عمر بين السن والثلاثه والثلاثه والعشره فوق العشره. تمام. يعني دكتور فينا نقول بشكل عام انه الجنف هو مرض خلقي، مرض ولادي، يعني منذ ينشا مع الجنين منذ الولاده؟ لا، نحن قلنا قسم منه يعني اكثرها نسبه، يعني ال 180 يعني 180 فما فوق مع الاسف غير معروف السبب، هذا بعد الولاده. الاقل منه تقريبا 20%، تقريبا من 15 إلى 20% انه من الولاده بيجي، انه جنف خلقي او جنف مترافق مع امراض عضليه او عصبيه. يعني بنحسن نقول انه من كل عندنا ست حالات جنف، خمسه منها بعد الولاده، واحده ولاديه. تمام. طب عند من يظهر اكثر؟ هل عند الرجال او النساء؟ هل هناك فرق؟ عند الاناث بيظهر بنسبه 4 أضعاف اكثر من الرجال، يعني مع الاسف عند النساء انه ظهوره اكثر بنسبه يعني 75 إلى 25%، نسبه عاليه جدا، عالية جداً. او 80 إلى 20%. طب ما السبب؟ هل هناك سبب معين؟ لا، انا فرضيه انه مورثات. مورثات. طب هل دائما الجنف يؤلم؟ هل يؤلم اعراضه اذا اردنا ان نتحدث عنه؟ الجنف الى درجات معينه اذا ما صار فيه ضغط على النخاع الشوكي او على الاعصاب الخارجه من الفقرات الشوكيه بيكون غير مؤلم، بتطور بشكل تدريجي بداياته يعني لغايه ال 20 30 درجه حتى 35 40 درجه اذا كان بشكل تدريجي، بكون مع اهمل وتشخيصه تاخر بكون غير مرافق للالم، لان الجسم كله بتاقلم معه لغايه معينه، بعدين هذاك الوقت بتصير معه بالاضافه من عدم الالام صعوبه حكي، صعوبه تنفس، صعوبه حركه، هذا الشيء الاعراض اللي بتكون ظاهره اكثر من الالام. هل يظهر يعني للعين المجرد كما ذكرت على الاهل ان ينتبهوا ان يعني ولدهم عنده جنف؟ هلا بعد درجه يمكن معينه تمييزها؟ نعم. يمكن اذا كان في وعي من الاهل في مراحلها الاولى مثلا، اذا كان في الاهل كان في عنده دقه وانتبهوا انه على ظهر الطفل انه اذا هو عم يسبح او اذا عم حمامه او كذا انه في عنده عدم تناظر، هذا الوقت انه اذا في وعي وانتباه يشخص في درجه في مرحله مبكره. اما اذا في اهل يعني ما في عندهم اهتمام مع الاسف بيجي لعنا حالات جنف، في عنده ميلان بالكتف، بقول الاهل إيه هو بقعد بيل لذلك جسمه مال، يعني هي برجع للاهل يعني انه اذا في وعي من الاهل بتشخص معنا في درجات يمكن علاجه بعلاج محافظ اذا ضل اذا تمكنوا من تشخيص بكير بدقه من الاهل. طب دكتور اذا كانت مثلا يعني اذا ظهرت هذه الحاله حاله الجنف بعد ولادة الطفل، نعم. يعني عندما يكون الطفل في الحاضنة، هل يعني الفحوصات التي تجرى لكل طفل يعني أول ولادته ممكن أن الحاضنة هي بتكون الجنف الخلقي هي نسبته قلنا إنه قليلة قليل. يعني هو إذا قلنا الجنف الخلقي والعصبي العضلي اثنيناتهم نسبتهم بين 15 و20%، هي نسبة قليلة جدا، هدول بكون معهم مشاكل أخرى مثل إيش مثلا عندنا قيلة مثلا سحائية، بكون في عنده مشاكل في الأعصاب، مشاكل بالأطراف، يعني هذا الطفل بكون معه تشوهات أخرى مرافقة للجنف، لذلك هذا المريض يعني بين إنه في عنده مشاكل. ليش؟ لأنه في عنده مشاكل بكل الجسم، مشاكل في المخ، مشاكل في الأطراف، شلل في الأطراف أحيانا قيلة في الظهر، لذلك هذا المريض بحال العامة بيسوي يعني بين إنه في عنده مشاكل مرافقة.
مرافقة للجنف. تمام. يعني الجنف الولادة بيكون مرافق لأمراض عصبية أخرى مع الأسف. تمام. بس عن طرق تفضل عن طرق العلاج، يعني هل يعني يمكن علاجه بدون عملية جراحية أم تلزم العملية الجراحية؟ أوكي، هلا بس بدي بس أحط معلومة بعد إذنك، إنه الأهل ليش بصير إنه متابعة الجنف إنه ملاحظته سهلة؟ لأن الجنف بيزيد بسرعة بفترة النمو الطول السريع من عمر 10 إلى 12 سنة، يعني قبل فترة البلوغ أو قريب أو عند فترة البلوغ عند البنات. لذلك هذا الطول الزايد اللي بصير الطول السريع هذا الشيء إنه بهالفترة إنه بدنا إحنا متابعة أكثر من الأهل. يعني بهالفترة إذا عنده كان جنف بلش معه بعمر 6-7 سنوات، بهالفترة النمو بين 10 و 12 إنه الجنف بيكون ظاهر أكثر. لذلك نحن بدنا متابعة ودقة من الأهل بأثناء فترة النمو السريع. تمام. خاصة عند البنات. تمام. وإذا في كمان حدا من العائلة عنده كمان جنف لازم ننتبه أكثر. بالنسبة لعلاجه. للعلاج، أوكي. نحن قلنا إنه الجنف نحن دون العشر درجات إنه لا يعتبر جنف. بين العشرة تقريبا والثلاثين درجة بالانحناء، في نحن عندنا مقاييس خاصة مشان قياس الدرجة. بنلجأ لعلاج طبيعي أو علاج مثلا إنه فيزيائي منقوي عضلات الظهر مشان إنه ما يتطور معنا الجنف، بالإضافة إلى منوجه لعلاج طبيعي تحت إشراف معالج مختص، منوجه إنه يسبح يساوي رياضة، وبنلجأ لبعض الحالات لحزام حزام خاص حسب درجة الجنف حسب توضعه، إذا كان في المنطقة الصدرية أو في القطنية أو في كلاهما. لذلك إنه تحت تقريبا 25-30 درجة نلجأ لعلاج محافظ بأحزمة وعلاج طبيعي وعلاج فيزيائي وتصليح العادات تبعت الجلوس والحركة. تمام. متى اللجوء إلى العملية الجراحية؟ تقريبا نحسن نقول إنه هلا إذا ما كان في عنا ضغط زيادة على العمود على القفص الصدري أو على القلب إنه بنستنى لتقريبا بين 35 و40 درجة. إذا عنا كان ميلان أكثر من 35 إلى 40 درجة، انحراف أكثر من هالدرجات اللي حكينا عنها، بنلجأ لعلاج جراحي. العلاج الجراحي هو شو سببه؟ هو شو هدف منه؟ إنه المحور اللي فيه خلل تصليحه. كيف تصليحه؟ هي إذا نظرنا للمجسم من وراء، تمام، بنحط إذا فرضا عنا الجنف بالمنطقة الصدرية، بنحط براغي خاصة من معدن خاص تيتانيوم على الأغلب بنحطه بكل فقرة برغيين من يمين ويسار، وبنحط كمان عن طريق سيخ بنصلح المحور تبع العمود الفقري بندعمه بسيخ ثاني، وبنساوي كمان بنحط إنه طعم عظمي مشان إنه يمسك العظم على بعضه ما يصير معنا إنه ينكس الجنف اللي صلحناه عن طريق العمل الجراحي. لذلك العمل الجراحي وهدف إنه التصليح وتقويم العمود الفقري، تقويم هذا الانحناء. الانحناء وعملية حساسة جدا، بس طبعاً مع تطور الخبرة الطبية طبعاً وتطور الصناعة الطبية والتطور المهارات الطبية والتكنولوجيا كمان. هلا في عنا احنا جهاز خاص للاعصاب بنحطه على جسم المريض من راسه لاجريه، انه بيسوي تخطيط اعصاب بشكل مستمر. يعني لا سمح الله احنا عندنا اكبر مشكله بنخاف منها اثناء الجنف هو الشلل. لذلك احنا عندنا جهاز النيورو مونيتور اللي بنستعمله بيعطينا احداثيات عن الاعصاب بشكل مستمر، بحيث انه كل برغي بنحطه بيسوي كنترول على الاعصاب. هذا الشيء خلانا نخلص من شيء اسمه شلال فضل رب العالمين. لذلك انه مع تطور الخبره الطبيه والصناعه الطبيه الحمد لله صارت عمليه، يعني فعلا انه الاهل والمريض بيسعدوا بنتائجها. جميل جدا دكتور. سوف نكمل في مشاكل العمود الفقري دكتور، لكن دعنا ننتقل سويا الى هذا التقرير عن اسباب الفتق الظهري. يعاني 80% من الراشدين من ألم في منطقة ظهرهم على الأقل مرة واحدة في حياتهم. وبالرغم من أن الفتق الظهري بشكل عام يظهر بين الراشدين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 60 سنة، إلا أنه قد يظهر في كل سن. لذلك لا يجب غض النظر عن عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى الفتق الظهري. إن أحد أسباب الفتق الظهري هو زيادة الوزن. إن العمود الفقري هو ما يحمل أوزان أجسامنا، وهناك هذه الديسكات التي تعمل على امتداد العمود الفقري، وذلك كوسادات مساندة. وفي حال تعرض هذه الديسكات إلى ضغط شديد فهذا يؤدي إلى التشوه وخلل فيها.
إن السبب الآخر للفتق الظهري هو عدم الحركة في حالة اتباع نمط معيشة غير نشط وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. عضلات الجسم لا تتقوى ولذلك لا تستطيع حمل وزن الجسم كما يجب عليه، مما يزيد العبء على العمود الفقري، وهذا العبء يضغط على الديسكات ويؤدي إلى الفتق الظهري. هل كل ألم في الظهر يدل على الفتق الظهري؟ وهل يجب معالجة كل فتق ظهري بعملية جراحية؟ إن الأخصائيين يصرحون أن نسبة 3% فقط من آلام الظهر تكون الحالات التي يجب أن تعالج بعمليات جراحية. لذلك لاحقاً لمعاينة الأطباء وحسب نتائج التدقيقات الأولية، ينصح أولاً بالاستراحة السريرية وتناول الأدوية المسكنة والمرخية للعضلات. وفي حالة عدم تخفيف الألم والمعاناة من التنميل في الساقين واستمرار ارتحال ضعف العضلات، يمكن الاستفادة من العملية الجراحية. ما زلنا معكم مشاهدينا نتحدث عن مشاكل العمود الفقري مع الأستاذ الدكتور همام باقي، الاستشاري في أمراض العظام والعمود الفقري والمفاصل وجراحتها. رجعنا لك دكتور إلى مشكلة أخرى أيضا، يعني كانوا الأهل ينبهون عليها منذ الصغر، وهي موضوع الحدب أو تقوس الظهر. يعني نسمع منذ الطفولة أنه قف بشكل مستقيم لكي لا يظهر لديك حدب أو لا تحني ظهرك. يعني والدتي سوف تتذكر هذا الموضوع، لأنه أنا يعني على طول دائما يعني نشعر وكأنه نحتاج إن يعني نحني ظهرنا أو نحدبه. فيعني يخافون من موضوع الحدب دكتور. أول شيء تحياتنا لأهلينا، يعني أكيد. الله يخلينا إياهم. بالنسبة لتقوس العمود الفقري أو الحدب، هو تقوس العمود الفقري نحو الأمام. يعني نحن قلنا العمود الفقري إذا نظرنا من ناحية جانبية فيه ميلان طبيعي ضمن درجات معينة. إذا هذا الميلان عنا زاد لدرجة أكثر من الطبيعي، شو بصير فيه؟ إنه تحدب. هذا مع الأسف يكون أكثره بين الفقرات الصدرية. الصدرية. أعلى الصدرية بكون مشترك مع قسم منا، أسفل الفقرات الرقبية. هذا الشيء مع الأسف بنشوفه عند كثير من الأطفال. هلا حاليا زاد كثير. ليش؟ وقت نحن كنا صغار كنا نلعب ألعاب، مثلا إنه طابة، مثلا قدم، سلة، يعني رياضات. هلا الأطفال نعم، هلا الأطفال مع الأسف أغلبيتهم ألعابهم كلها عن طريق تليفون، تابلت، آيباد، كمبيوتر. بتلاقي الطفل بشكل عام دائما قاعد وحين ظهره يعني مع الأسف هذا الشيء كله خلينا نشوف انه التقوس فعلا عند الاطفال بسن انه يعني اكثر من وقت ما كان على ايامنا. يعني كل ما له عم بزيد والعمر انه عم بقول يعني بعمر 6-7 سنوات عندنا فعلا في ناس عندهم عم بصير تحدب. تجيك حالات ممكن يكون يعني عند اطفال لاحظناها بالاخر مع تطور التكنولوجيا وسهوله تامين التابلت والايباد وهالشغلات، انه هالشيء كله زاد مع الاسف. يعني مع الاسف كمان في عندنا جهل، مع احترامي للاهل جميعا، انه حتى الولد يسكت اعطيه تابلت او تليفون حتى يلتهي فيه، هذا الشيء بيأذيه اكثر من يفيده. طبعا من ناحيه العظميه والعينيه وكذا، يعني اكيد كنا يعني تحدثنا يعني البارحه طبعًا بنفس الموضوع. نعم. يعني مع دكتور العينيه. كما ذكرت يعني فعلا يعني هذا يعني واجب من الاهل انه فعلا يحددوا ساعات معينه، لانه لا ما فيهم طبعًا يحرموا الاطفال طبعًا من هذا الموضوع. يعني لكن ساعات طويله ويعني طبعًا وهم يقومون بهذه الحركه يعني تقوس الأطفال. نحن بنتذكر انه يعني كنا نلعب مع بعض ونلتقي مع بعض، بس هلا الاطفال بس التقوا مع بعض كل واحد برج يلعبته للثاني وثنته تماما، ببلشوا انه بوضعيه جلوس غلط. مع الاسف بينتج عنا انه بكون في سن النمو انه الواحد يكون عم بيجبر جسمه لانه يصير فيه انحناء. طب موضوع الطول ايضا دكتور، انا بذكر لانه يعني الحمد لله انا طويله يعني، فكانت والدتي يعني دائما تقول انه لا يمكن على الطول عم تحني ظهرك. فهل موضوع الطول ايضا الطول السريع بفتره معينه، يعني اللي بكون بطول الواحد بسرعه بكون عضلاته لسه ما كانت ما متطوره ولا مشدوده بحيث انه تشد الجسم. لذلك بفتره البلوغ الطول السريع انه اذا ما كان مترافق مع رياضه بينتج عنه شو؟ حدب. يعني بصير في ثقل على طبعا. ليش؟ يعني في طول وما في عندك عضلات تشد الجسم. لذلك بهالفتره خاصه فتره النمو الرياضه كثير مهمه، خاصه السباحه، الباسكت، كره الطائره، كل شيء فيه تحريك، هذا الشيء كثير مهم وعظيم للاطفال. التقوس انه شو بنتج عنه؟ نحن اكبر مشاكل بنعاني منها انه مثل ما ذكرنا هي اكثر شيء في المنطقه الصدريه. المنطقه الصدريه شو بنتج عنها؟ اذا صار فيها تقوس الحجم تبع الرئتين والقفص الصدري بصغر.
لذلك انه الواحد بسمعه انه بالمستقبل اذا تطور كثير معنا مشاكل في التنفس ومشاكل في القلب، لذلك انه التقوس عنا احنا كثير شغله مهمه لازم ما نهملها ابدا، يعني بالاضافه الى المظهر التجميلي. يعني لذلك احنا عندنا مثل ما حكينا في عندنا احنا التقوس فيه خلقي، في عندنا تقوس ناتج عن عادات خاطئه، عادات جلوس خاطئه وعادات ممارسات خاطئه، في عندنا تقوس ناتج عن الكبار السن نتيجه هشاشه العظام. نحن بنشوف مثلا بتذكر انه اجدادنا يعني الله خيرنا اياهم انه بتذكر انه وقت كان شب كان هيك طويل ومشدود، هلا على الكبر يعني بلش انه يحني تماما، لان عندنا جسم الفقرات عم بصير فيه مثل انه من هشاشه العظام بصير فيه انه العمود الامامي عم بصير فيه مثل انه مثل انه هشاشه تحدب او هشاشه وانضغاط على الفقره بصير معه مثل انه بنسميها انه كومبريشن. هل يصبح يعني هذا تحدب شيخوخه، يعني تحدب مرتبط شيخوخة؟ نعم. بالشيخوخه طبعا هذا ليش بصير معنا انه نحن مثل انه سماكه الفقره وصلابتها بتخف هشاشه العظام، بقى بصير فيها مثل انه بصير شكل الفقره مثلث بدل المربع، بصير معنا مثل كومبريشن والضغط العمود الامامي بضيق، وبضيق شو بصير عنا؟ بتلاقي عنا بصير عنا الظهر بلش يتقوس. لذلك هذا الشيء كله ايش بينتج عنه؟ انه تحدب ناتج عن شيخوخه بسبب هشاشه العظام. لذلك نحن بننصح انه الكبار في العمر انه اذا في عندهم بعد عمر معين نقص في الكالسيوم وفيتامين د، انه المواد الناقصه عنهم يعوضوها بالاضافه للتعرض للشمس والرياضه بشكل مستمر. هاي الرياضه كلها والتعويض الناقص بوقينا من هشاشه العظام، خاصه عند النساء بعد سن الياس. تمام، يجب ان ينتبهوا الى هذا الموضوع. طب دكتور، الخلل في الوقوف يعني خصوصا في مرحله المراهقه، كما ذكرت ايضا المراهقين يعني يمكن ان يقفوا بطريقه يعني خاطئه مثلا، هل هذا ايضا يؤدي الى ظهور الحدب، الخلل في الوقوف؟ هلا اذا بشكل مستمر، اذا كان مثلا مترافق معنا فتره طول سريعه مع وقوف غلط، مع جلوس غلط، مع شيل شنطه بشكل خاطئ، تحميل مثلا نحن بتلاقي الشنطه مشان انه الموضه انه على الموضه اكثر بشيلوا الشنطه المدرسه من جهة واحدة. على جهه واحده فقط، فهذا الشيء كله بأثر على العمود الفقري سواء كان انه اعوجاجه يمين او يسار او انحناء نحو الامام، او حتى الاطفال ثقل الشنطه المدرسه طبعًا يعني بتلاقي فيها طبعًا يمكن شيء 5-6 كيلو. في عندنا اطفال شنطتهم اثقل منهم تماما، بتلاقي يعني حرام طبعا يعني هذا الشيء كله بأثر على العمود الفقري، يعني العمود الفقري هو عباره عن مثل اساس يعني قد ما حملتي اكثر كل ما قد ما انه بهتر وبنزعج وبتاثر اكثر، لذلك الجلوس الخاطئ، الدراسه بشكل خاطئ، الوقوف التحميل، الوقوف اثناء مثلا تحميل وزن اثناء الوقوف، هذا الشيء كله بياثر على العمود الفقري. او حتى مثلا احيانا بقول مقاعد الدراسه كم يجب ان تكون ايضا مجهزه بشكل انه يعني يكون انه طبعا مسافه القدمين مع مسافه الجلوس مع البعد تبع الديسك محل المقعد، المسافه تبعيته وعلو، هذا الشيء لازم يكون مدروس حسب عمر الطالب، ما يكون شيء ستاندرد يعني الصف الاول نفس الصف العاشر، لا لكل عمر له مقاييس خاصه فيه، حتى انه الطفل وقت يدرس يكون او هو يقعد في مقعده ما يكون انه يضطر انه يحني حاله، انه يكون قاعد بشكل 90 90 90. تمام. دكتور، في حال يعني حصل تحدب كيف تقومون بعلاجه؟ اذا كان تحدب اثناء فتره النمو بسبب طول مفرط وسريع، علاجه سريع سهل جدا. علاج فيزيائي، علاج طبيعي، سباحه، تقويض عضلات الظهر، بالاضافه الى متابعه من قبل الطبيب بشكل روتيني. اما اذا كان عندنا اياه مرضي ولادي او عن وراثه او عن طريق فرض انه عن كبار السن عن هشاشه عظام، او اذا عند الشباب بكسر فقره، كسر فقره انه انضغاطي بينتج عنه تحدب، هذاك الوقت بنسوي كمان علاج جراحي بيشبه علاج الجنف السكوليوزيس ولكن بشكل اسهل، انه ما فيه تدوير. بنحط كمان براغي بشكل حسب المستوى اللي فيه التقوس والحدب، وبنصلح المحور اللي فيه تقوس بنصلحه ليكون نسويه ضمن الطبيعي، ونثبته كمان باسياخ وبراغي خاصه مع طعم عظمي مشان انه ما يصير معه نكس، ومثل ما قلنا عمليه كثير سهله، يعني مثل ما حكينا بالحلقه الماضيه حلقاتنا الماضيه على الجنف بشكل منفصل، العمليه يعني بفضل رب العالمين ساعتين ساعتين ونص ان كان جنف وان كان حدب تخلص معنا بشكل كامل. يعني ومع التطور يعني الصناعه الطبيه فعلا صار شيء عمليه مريحه وبتريح الاهل وخاصه البسكولوجي الحاله النفسيه تبع الطفل. طبعا يعني لو انا ماشي الي حدبه او انا الكل انه عم بضحك عليه عم تمسخر عليه، هذا الشيء كله له اهميه يعني طبعا اثر علي يعني بياثر على نفسيه طبعاً الطفل وطريقه برجع بقول لك العنايه من الاهل والرعايه من الاهل والمراقبه من الاهل
وتصليح الوضعيه الجلوس ونظام لعبهم ونمط حياتهم من قبل اهل. اكيد هي نقاط يعني جدا مهمه جدا. نعم. ينتبهوا على طفلهم وخصوصا في كما ذكرت في مرحله المراهقه. نعم. وانه نعم. ايضا وكما ذكرنا دكتور يعني موضوع حمل الحقائب قديش مهم، لانه الطفل بيحمل الحقائب على مدى سنين. طبعا. للمدرسه. طبعا. طبعا. لانه هذا الموضوع ايضا يؤثر على العمود الفقري. اهم شيء بالحقائب انه يكون ضمن وزن معين، يعني بحيث انه كل واحد حسب عمره وانه يحملها على كتفين على كتفين فقط. خلينا نشوف هالتقرير سوا اللي بيحكي عن هالموضوع عن مشاكل حمل الحقيبه المدرسيه الثقيله. ان حرصكم على متابعه الموضه من الممكن ان يفقدكم صحتكم. 20% من النساء اللاتي استخدمن موديلات حقائب اليد في حياتهم اليوميه تظهر لديهن متلازمه انحصار الكتف. كثير من النساء المستخدمات لحقائب اليدوية الثقيلة والكبيرة لا يهتمون بآلام الكتف التي تحدث لديهن. آلام الكتف التي لا يتم الاهتمام بها من الممكن ان تكون اعراضا لمتلازمة انحصار الكتف. من المفيد استخدام الحقائب اليدوية الأصغر الغير مملوءة والخفيفة، كما أن الاستخدام الخاطئ لحقيبة الكتف يزيد من خطورة آلام أسفل الظهر، ونسبة ظهور آلام أسفل الظهر لدى الأطفال في المرحلة الدراسية هي 70%. مشكلة آلام أسفل الظهر لدى الأطفال تحمل معها خطورة آلام أسفل الظهر في الكبر، لهذا السبب عند اختيار الحقيبة يجب اختيارها بما يتناسب مع طول ووزن الطفل. كثير من حقائب الأطفال وزنها يشكل 10% من وزن الطفل أو حتى أكثر من ذلك. لا يجب حمل حقيبة الظهر لمدة طويلة، إذا كان الوقوف سيستمر لفترة طويلة فيجب عدم حملها على الظهر، ويجب حمل حقيبة الظهر على كلا الكتفين وتعليقها عليهم بشكل منتظم. ما زلنا معكم مشاهدينا نتعرف سويا على مشاكل العمود الفقري وكيف يتم التعامل معها مع الأستاذ الدكتور همام باقي الاستشاري في أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري والمفاصل وجراحتها. دكتور همام يعني بدأنا يعني بهم مشكلة، تحدثنا عن الجنف، تحدثنا عن الحدب، الآن تضيق قناة العمود الفقري، يعني لماذا يحدث هذا التضيق في القناة؟ هلا بالذات تضيق قناة العمود الفقري يعني هل تعتبر مشكلة شائعة؟ جدا جدا جدا، يعني خاصة مع الأسف يعني كنا نشوفها من قبل عند بعد سن معين. هلا مع الأسف عم نشوفها عند الشباب، بلشنا نشوف تضيق عمود فقري. يعني هل عدم الحركة قد تؤدي إلى تضيق؟ طبعا. هلا نحن أول شيء نحكي شو هو تضيق قناة العمود الفقري. هلا العمود الفقري مثل ما قلنا إنه فيه 33 فقرة، أهم شيء نحن شو هدف منه؟ إنه دعامة الحامل الأساسي من الحوامل للجسم، وبنفس الوقت إذا مثل ما شفنا هون في عنا شيء بالأصفر، هذا هو النخاع الشوكي اللي بيطلع معنا من قاعة المخ لنهاية العمود الفقري. تمام. هو بكون محمي بالفقرة، يعني جسم الفقرة بيكون بحميه من كافة الجهات، وبيطلع من المفاصل اللي بين الفقرتين جذور عصبية. هاي كلها اللي بتغذي الأعصاب. يعني عند الفقرة الرقبية في عنا بلكسوس، في عنا شبكة خاصة للأطراف العلوية، عند المنطقة القطنية والعجزية في عنا شبكة يعني بلكسوس للأطراف السفلية والحوض. طبعا هذا نخاع شوكي، حتى انه يكون مرتاح لازم يكون في عنده يمر ضمن فراغ معين، انه بحيث انه ما يصير ضغط عليه، لأن اي ضغط على العمود الفقري بينتج عنه ألم. طبعا بتلاقي انه تشنج، تقلص، تنميل، تخدير، حرقه، بيقول لك انه او حسوس ببروده او انه وخز ابر، هذا الشيء كله بينتج عن انضغاط على النخاع الشوكي. من اكثر اسباب الانضغاط بتساوي معنا هو تضيق القناه الشوكيه او تضيق قناه انه العمود الفقري. قناه العمود الفقري طبعا. بالاضافه لاسباب ثانيه نحكي عليها بعد شوي. هي تسمى اصلا تضيق القناه الشوكيه او قناه العمود الفقري لانه هي تضغط على النخاع الشوكي. نحن مثل قلنا عندنا جسم فقره من قدام وعنا نواتئ شوكيه وجانبيه من خلف، بالنص في عنا فراغ مدور، بالنص الفراغ في عنا بمر
النخاع الشوكي. أي ضغط بصير على النخاع الشوكي أو على الجزر العصبية بنتج عنه مثل ما قلنا ألم، تشنج، تقلص، تخدير، تنميل بالأطراف السفلية أو العلوية حسب مكان الضغط. تمام. كما سألتك دكتور، يعني هل عدم الحركة يعتبر من أهم أسباب تضيق القناة الشوكية؟ أوكي، عدم الحركة كيف مثلا بيأثر؟ مثل ما قلنا هلا عند الشباب، هلا نشوفها عند الشباب ليش؟ من أحد أسبابها إنه المهنة اللي عم بمارسها الشخص، يعني الجلوس الطويل على المقعد سواء كان عمل المكتبية أو مثلا مدرس أو مدرسة أو حتى شوفير سيارة، إنه طبعا الجلوس الطويل أو مثلا إنه الجلسة الطويلة وعدم الحركة بشكل طويل شو بسوي عنا؟ العمود الفقري بصير فيه أول شيء استقامة تشنجية عند المنطقة القطنية أو المنطقة الرقبية، وإذا تطورت استقامة تشنجية شو بصير عنا؟ إنه فتوء بالقرص اللي بين الفقرات وبنتج عنه تضيق، يعني من أحد أسبابه كمان هو فتق نواة اللبية أو الديسك مثل ما بنسميه. الديسك هو الديسك هو شو عبارة؟ نحن عندنا بين كل فقرتين في عندنا ديسك غضروفي مرن، الهدف انه عزل الفقرتين عن بعضهم والحفاظ على تماما مرونه معينه بالاضافه للاربطه مشان انه يصير في حركه، بس كمان الديسك الغضروفي بيكون على مستوى العضو، وبصير فيه فتق بالديسك مع الاسف انه نتيجه ضغط او جلوس طويل او شيل شيء ثقيل او حمل شيء ثقيل او يعني انه يعني حالات انه حمل شغلات خاطئه او طريقه عمل خاطئه بينتج عنا ضغط على النخاع الشوكي من قبل الديسك او من قبل يعني الغضاريف، يعني هذا الشيء كله بينتج عنا انه تضيق في القناه الشوكيه وجذور الاعصاب، وبينتج عنها الام ومشاكل كثيره بتخلي المريض فعلا انه لا يحسن لا يتحرك ولا يلبس ولا يروح ولا ينام، يعني بأثر على حياته بشكل كامل على الكونفورت بشكل كامل. يعني ممكن يعني الشخص المصاب بهذه الحاله ان يعني يستلقي في الفراش، ان يوصله الى الفراش لا يستطيع الحركه. طبعا يعني احنا مثل ما قلنا احنا عندنا هون اعصاب تطلع من الظهر لا من الفقرات بين فقرات القطنيه والعرزيه للحوض والاطراف السفليه، يعني عندنا مثل ما احنا عندنا الموتور المحرك، اذا في اي شغله ضغط عليه شو بينتج؟ اي عصب في عليه ضغط، هلا كل عصب كل مستوى معين بنبه منطقه معينه في جسم الانسان. اذا عندنا كان فرضا ضغط على المسويات العلويه بكون عندنا نحن الم وصعوبه حركه في الاطراف العلويه عند الحوض او على الفخذ، كل ما زلنا تحت بينزل معنا مستوى التنبيه. يعني اذا في عندنا كان ضغط على القناه الشوكيه مع ضغط شديد سواء كان سببه انزلاق فقرات او انه فتق نواه لبيه او انه استقامه تشنجيه او مثلا كيف تشخصونه دكتور؟ يعني كما ارى انه الحاله شوي معقده، يعني كما ذكرت ممكن الديسك يؤدي الى طبعاً يعني تضيق هذه القناه، انزلاق فقرات وغيرها، كيف يتم التشخيص؟ التشخيص نحن بالنسبه سهل جدا، خصوصا انه الاعراض ايضا تتشابه مع كثير من يعني اول شيء نسمع قصص سريه للمريض انه هذا الم بصير معه اثناء الراحه ولا اثناء المشي ولا اثناء شيل شيء ثقيل ولا اثناء الحركه ولا اثناء الجلوس. ثاني شغله انه المريض بنسوي العلاج انه فحص سريري يعني انه مفصل، يعني بنشوف انه بحركات خاصه بفحوصات خاصه انه عنده المنطقه المشكله عنده اياها ضغط انه على الاعصاب اللي طالعه من النخاع الشوكي ولا الاعصاب المحيطيه بطرق معينه خاصه فينا. بعدين بنلجا لتصوير شعاعي يعني شعاعيه بسيطه او على الاكثر الافضل هي رنين مغناطيسي اللي بنشوف فيها من الناحيه مثلا الاماميه والجانبيه والعلويه انه الكستات بشكل كامل على وضعيه توضع النخاع الشوكي بين الفقرات، انه اذا في ضغط وين مكان الضغط؟ شو سبب الضغط؟ هل هو سبب الضغط ناتج عن كسر بالفقره عم بضغط على النخاع الشوكي ولا غضروف ديسك عم بضغط على النخاع الشوكي ولا تضيق الفقره ولا انزلاقه؟ هذا الشيء كله بخلينا ناكد التشخيص اللي حطيناه مبدئيا بالفحص السريري. وطبعا بعد ما نشوف انه شو سببه بنتوجه للعلاج، علاج اذا كان طبعا التشخيص هو الذي يساعدكم على العلاج طبعاً. عندما تعرفون سبب طبعاً. هذا التضيق العلاج اذا اجانا مريض بفتره مبكره يكون علاجه سهل جدا، يعني اول شيء اذا في عنده عادات جلوس او عمل او شيل شيء ثقيل او انه حياه عادات حياتيه خاطئه بنخليه اول شيء انه يوقفه يغيره ويصلحه. ثاني شغله اذا في عنده ضعف بالعضلات الظهر بنخليه يقويها، اذا الرقبه كمان بنخليه يقويها حسب مكان الانضغاط.
شغله ثالثه بنلجا لانه علاج طبيعي او علاج محافظ مشان اذا في عنده تقوس او استقامه تشنجيه، يعني انه هذا الشيء بنخليه انه يصلح محور الاستقامه بحركات فيزيائيه، علاج طبيعي او فيزيائي خاص. وبنلجا للادويه اللي بفضل الله يعني انه الطب تطوره انه اعطانا ادويه خاصه سلكتيف لهالشغلات، يعني خاصه لاعتلال الاعصاب الناتج عن انضغاط الفقرات. يعني بريجابالين، جابابنتين بينعطى بجرعات طبعا انه عن طريق طبيب اخصائي بشكل تدريجي لمده طويله، ما بتسبب معنا ادمان ولا تاثيرات جانبيه، تاثيرها ممتاز جدا، وهذا الشيء كثير ريحنا وقلل يعني انه مشاكل هي الانضغاط. اذا مع الاسف في عنا انضغاط ميكانيكي ناتج عن فتق او ناتج عن انزلاق فقرات او ناتج عن كسر فقره، بده هذاك الوقت تداخل جراحي، بندخل جراحيا ببعض الحالات انه بنقص العظم لمنكتومي للاسفل اللي ورا العمود الفقري النواتئ الشوكيه بالاضافه للعظم التحته، وبنشيلها مشان انه نريح النخاع الشوكي من الضغط، يعني الجدار الخلفي بنشيله بنحط براغي مدعمه بداله مشان انه ما يصير عدم ثباتيه. شو المكسب؟ انه البريس الضغط اللي كان على النخاع الشوكي شلناه وريحناه، بصير العصب مرتاح. واذا كان في عنا مشاكل ديسك بنشيلها، او اذا عنا كسر بنثبته بنصلح المحور. يعني اذا كان عنا الضغط من الناحيه الاماميه ناتج ديسك او كسر بنصلحه جراحيا، او اذا من الناحيه الخلفيه ناتج انزلاق او تضيق شديد بنشيله بتخفيف الضغط العظمي بعمليه جراحيه اقل من ساعه. يعني هون لا يعني وكانه اصبح هناك تداخل بالموضوع دكتور، يعني اذا كان شخص يعاني من ديسك فبالضروره سوف يضغط على النخاع الشوكي، ف اذا الديسك في بدايته في البدايه، يعني هذه الالام التي يعاني منها الاشخاص المصابين بالديسك هي نتيجه الضغط على النخاع الشوكي ولا الاعصاب، فيجب علاج الديسك. وبالتالي اول شيء مثل انا علاج محافظ، علاج فيزيائي، علاج مع ادويه مع حركات. اذا ما مشي الحال والديسك عنا فعلا عم بضغط على العصب، لان بنخاف نحن انه يصير اذيه في العصب غير رجوع. تمام. وموضوع الفتق ايضا يعني يضغط على يعني كيف يضغط على العمود؟ يعني مثلا انه الفتق هو نفس الديسك، انه الفاصل الغضروفي بين فقرتين بصير عليه ضغط، وانه بصير فيه اندباج بيضغط على مثل ما شايفين الجسم الاصفر اللي هل يتركز الالم في اسفل الظهر حصرا؟ عندنا نحن اكثر شيء الرقبه واسفل الفقرات القطنيه او بين الفقره الخامسه القطنيه والعرزيه، يعني بهالمستوى. يعني ميزة العمل الجراحي انه المريض بحس براحه كامله ثاني يوم، يعني او نفس اليوم المساء، يعني كاني انسان ولد من جديد. جميل. يعني بكون ما بحس انه عنده كان طريح فراش، ما عنده قدره على الحركه، ما عنده قدره على المشي، ما بحس انه مارس حياته، ما بحس يروح على المطبخ ولا بحس يروح على الغرفه، يعني ما بحس انه يسوي شيء ابدا. ثاني يوم انه كاني ولد من جديد، انه من دون الم، من دون تنميل، من دون تخدير، من دون ضعف حركه. جميل. هذا الشيء نحن بنخاف انه يتطور معه، بصير معنا انه عدم قدره على التحكم في البول بالغائط، انه بصير عنده هبوط في القدم، بصير معه مشاكل عصبيه غير قادر للتصليح، ايريفيرسبل، يعني غير عكوسه. لذلك هذا موضوع كثير مهم، انه يعني لازم اذا بلش معه مثل ما قلنا 80% من الناس بصير معه مشاكل عمود فقري يقوم يعني العلاج المبكر، انه لانه مثل ما قلنا اول شيء انه حركات، علاج طبيعي، ادويه بتكون كافيه. اذا تطور الامر علاج جراحي سريع بكون كمان ان شاء الله وتعالى باذن العالمين مثل ما قلنا انه كاني ولد من جديد. جميل. ذكرت منذ قليل موضوع السباحه دكتور، دعنا نشاهد تقرير عن هذا الموضوع. أوكي. عن السباحه وصحه العمود الفقري. مع مجيء الصيف الكثير من الناس يقضون معظم أوقاتهم على شواطئ البحار يسبحون. السباحة التي هي الرياضة الأكثر فائدة للعمود الفقري، ولكن عندما يتم القيام بها بشكل خاطئ تؤدي إلى مخاطر، وعلى الأخص القفز من الأماكن العالية على المياه الغير عميقة التي تتسبب في صدمات هامة على العمود الفقري، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تنتهي بالشلل وتمهد الطريق لجروح هامة على العمود الفقري. السباحة لها تأثير على تقوية عضلات العمود الفقري المثالي، مثل السباحة الحرة والسباحة على الظهر. السباحة في مراحلها الأولى تساعد على تقويم الإعوجاج الموجود في العمود الفقري، ولأن السباحة تقوي الهيكل العظمي والعضلات تشغل أيضا الفراغات الموجودة بين العمود الفقري، وتساعد على الحصول على عمود فقري مستقيم قائم.
أنواع الرياضة التي فيها حمل الأثقال من الممكن أن تتسبب بضرر للعمود الفقري، وكبديل عنها يجب الاستفادة من قوة حمل المياه بواسطة الحركات الصحيحة التي نقوم بها في السباحة، تقلل آلام المفاصل ونحصل على عمود فقري سليم. مشاكل العمود الفقري موجودة لدى النساء أكثر من الرجال، لهذا السبب يجب على النساء التغذي بشكل جيد وعلى الأخص القيام بالسباحة. وصلنا مشاهدينا إلى قسمنا الأخير في هذه الحلقة، وسوف نتعرف على الانزلاق الغضروفي مع ضيفنا الدكتور الأستاذ الدكتور همام باقي. أستاذ دكتور همام، وصلنا إلى موضوع الانزلاق الغضروفي، كنا ذكرناه في موضوع الفتق. نعم. تضيق قناة العمود الفقرية، فحدثني عن موضوع الانزلاق، هل هو من أحد أسباب أيضا تضيق قناة العمود الفقري؟ هلا الانزلاق هو يعني انزلاق جسم فقرة عليا على جسم فقرة سفلى. على الأغلب نحن بنلاقيه بنشوفه بالفقرات القطنية أو بين الفقرة القطنية الخامسة والعجزية الأولى، يعني إنه الفقرة العليا بتنزلق على الفقرة السفلى، وبسبب يعني أسباب كثيرة مثل رخاوة أربطة. نحن قلنا هون بتعرف في أربطة ماسكة إنه الفقرات على بعضها في سطح مفصلي. رخاوة الأربطة شو بسوي فيها؟ إنه المرونة بتزيد، إنه بصير عن انزلاق فقرة على فقرة أخرى. الأربطة مع الأسف إذا فيها رخاوة وصار معها صدمة، هذا الشيء إنه بسبب معناه إنه انزلاق. من الأسباب الأخرى شيل شيء كثير بنترة، يعني بحركة مفاجئة شيل شيء ثقيل، هذا الشيء. وكم هذه الحركة أصلا غلط دكتور؟ طبعاً. عندما يعني نأتي لحمل أشياء ثقيلة نرفعها بشكل مفاجئ، مع الأسف نحن طريقة شيلنا لشغلات إنه الواحد بماطل بظهره ليشيل شيء، هو غلط، لازم هو ينزل على ركبه ينحني. طبعا ينحني بشكل خاص حتى إنه يحمل، حتى يشيل الوزن بشكل شاقولي وليس بشكل إنه مايل. هذا شيء كثير مهم، يعني شيل شيء ثقيل بحركه نتره، او انه رخاوه اربطه، او انه حادث ثير، او صدمه، او سقوط. هذا الشيء يعني اي حركه انيه للعمود الفقري انه بتخلي انه توتر انه نحو الامام، هذا الشيء بينتج عنه انه مثلا شوف انه الفقره انه شيء انه بس بدفع الامام، ممكن زحطه معينه مع رخاوه اربطه، انه شو بصير عنده؟ لاعبين كره القدم يمكن قد يعانوا منها مثلا، بصير مثلا مثل انزلاق. فهمت كيف؟ هذا الانزلاق انه اسباب عند الرياضيين بصير طبعا، عند الرياضيين طبعًا، يعني لانه يتعرضون اذا الى طبعا، خاصه اللي عندهم بسرعه شديده مثل التزلج على الجليد، او مثلا انه رياضات السرعه الفورمولا الموتورات، هذا الشيء فيها سرعه، انه التراوما بتصير معه انه بينتج عنه انه نوع من انواع الانزلاق. هذا الشيء كله مع الاسف بيؤدي لمشاكل كبيره. تمام. في عندنا بعض حالات الانزلاق الشديده كثير بتؤدي لانه مع الاسف لاصابه في النخاع الشوكي، مع انه حتى لو انه نادره هي انه مع شلل بصير معنا اذا انزلاق درجه رابعه اكثر مع خلل عالي. تمام، تعال ناخذ هذا الاتصال. دكتور معنا جميله من بورصه، تفضلي يا جميله. صباح الخير. صباح النور. ممكن احكي مع الدكتور؟ طبعا تفضلي. السلام عليكم دكتور. يا هلا، وعليكم السلام، صباح الخير. دكتور انا عندي انزلاق فقرتين. نعم. عندي الخامسه والسادسه. الخامسه الرابعه والسادسه عندي. وعندي تنمل بالاطراف، عندي ميلان، عندي حرقه عم تصير على طول بالاعصاب. وخز. ومشيتي قليله. يعني خافي كثير المشي معي. كنت وقت كنا بسوريا بحمص، رحت لعند الدكتور قال لي بدك براغي وصفايح. نعم. وصارت الثوره زينا لهون على تركيا. يلا اول شيء عليك العافيه. هلا انت عندك الانزلاق بمنطقه الظهر، معناته بين الفقره الرابعه والخامسه. بين الرابعه والخامسه طبعا. عملت صور رنين، عملت تحاليل كثير عملت. تمام. اوكي. وقت اجيت هون لتركيا ما عاد في علاج خالص. قديش العمر؟ قد عمرك يا جميله؟ 50 سنه. 50 سنة. يلا العمر كله بصحة وعافية. صوتها عاطي اصغر. ايه ما شاء الله. اوكي، هلا بالنسبة لحالة الأخت جميلة الله يشافيها وعافية. مثل ما حكينا. الله يسلمك يا دكتور. اوكي، نجاوبها معنا. سلامتها، نجاوب يعني وصلت الحالة. اوكي تمام. جميلة خليكي معنا، الدكتور رح يجاوبك بالتفصيل وسلامتك يا رب. الله يسلمك. سلام. شكرا. الله معك. هلا بالنسبه لحالته انه مثل ما قلنا انه اكثر شيء بصير عنا بالمناطق مثل ما قلنا انه اسفل الفقرات القطنيه او بين القطنيه والعجزيه الاولى،
يعني بين الرابعه والخامسه والخامسه والاولى العجزيه. هي اكثر مكان انه بصير فيه انزلاق، مثل ما قلنا بينتج عنه انضغاط على الاعصاب، مثل ما حكينا مش انضغاط اعصاب، تنميل، تخدير، الم، عدم حركه. اذا في عنا نحن انزلاق نحن عنا اياه اربع درجات تكون. اذا كان درجه اولى مينيمال، هذا الشيء بتعالج معنا بحركات بعلاج طبيعي فيزيائي خاص مشان تقويه العضلات والاربطه حتى ما يزيد معنا. درجه ثانيه بكون كمان انه علاج بده شوي انه مع عنايه اكثر. بس صار ثالثه ورابعه مع الاسف تداخل جراحي، ليش؟ لان عندنا الفقرات بتصير فيها انه انزلاق بصير مثل درج، العمود يعني مثل ما ذكر لدكتوره بحمص انه بدها صفايحات و... هذاك الوقت شو نحن بنساوي؟ انه بندخل نحن على الظهر كمان من وراء بنشيل كمان النهايات العظميه اللي عم تساوي ضغط مشان نخفف هي الانزلاق ونرجع الفقره لمكانها قدر الامكان بالاضافه لتثبيت مشان انه نريح الاعصاب، النخاع الشوكي والجذور طالعه عنه، لان اذا استمر الضغط على الاعصاب اللي واضحه عنا هون اذا استمر الضغط عليها بصير عنها تنميل، تخدير، تشنج، تقلص وخدران مثل ما حكت السيد جميله، هذا الشيء بأثر على حياتها بشكل كامل، يعني بأثر على مشتها وعلى كل شيء، يعني هي عمليه انه بتطول نحن معنا اقل من ساعه. يعني تحتاج الى عمليه اذا عندها اياها انزلاق فقره الرابعه والسادسه يعني كما ذكرت بالمناطق القطنيه والعجزيه بدرجه ثالثه او رابعه مع اعراض تنميل، تقلص، تشنج، انه بدها فعلا ومسافات على العلاج المحافظ والعلاج الطبيعي والادويه الخاصه بدها هذاك الوقت فعلا انه علاج جراحي، ومثل ما حكينا انه المريض بيرتاح فيها كاني ولد من جديد، يعني كانه يعني بنفس اليوم بالليل بحس براحه. عمليه سهله جدا ما لها اي، بفضل رب العالمين، يعني بمركزنا بمشفانا واللي عم نسويه انه نحن بفضل رب العالمين ما صار عندنا اي مضاعفات. المريض اول كلمه بيقول لي اياها الله يجزيه خير يا دكتور، هي اول كلمه بقولها انه كاني فعلا انه ريحت المريض طبعاً يعني اكيد عيش حياته كاني يعني برجع ال 50 سنه برجع 20 سنه اكيد. يعني صار يعني صاروا نحن استضفنا معك يعني الوزن. مريض قمت حضرتك بعلاجه فعلا، يعني ايضا يعني مهاره الاطباء مثل حضرتك دكتور تلعب دور في يعني اكيد طبعا شفاء من عند الله، لكن ايضا مهاره وسيلة الاطباء يعني وسيله اكيد في هذا الموضوع. فمن قلها للست جميله انه ما تخاف من العمليه، اذا بدها انه يعطوها اياه وانا جاهز انه اساعده وجاهز لكل شيء، وان شاء الله وتعالى بنسمع منك كلمه الله يجزيه خير. أكيد إن شاء الله، أكيد بنتمنى الشفاء لجميع المرضى، وخاصة إذا الوزن الزايد عند النساء بعد سن اليأس هو كمان اللي بزيد مع الأسف من الانزلاق. لذلك تخفيف الوزن إنه الحركة أيضا الحركة هل بتضر أم بتفيد في هذه الحركة الصح؟ الحركة الصح اللي فيها تقوية لعضلات الظهر بتفيد، اما الحركه الغلط اللي فيها يختلط على المرضى يعني عندما يصابون بهذه الحالات شيل الوزن زيادة أو شيل شيء بشكل خاطئ أو أنه شيل شيء بطرف أكثر من طرف ووزن زايد، هالشغلات كلها يعني الحركة بالوزن زايد هي لحالها أنه سبب. والأعمال المنزلية طبعًا. كم تؤثر؟ الأعمال المنزلية هلا إذا بشكل صحيح ظهر مستقيم بحد معين ما بتأثر، ما لها خوف، فهمت كيف؟ بس أهم شيء أنه أثناء مثلا مسح الأرض أنه مثلا ما أنه طماطم تمسح بعصاي، ما أنه طماطم مشان تمسح مثال يعني. الوقفة الطويلة تتجنبها، تخفف وزنها، انه تشيل بشكل صح وتتحرك بشكل صح وتخفف من هلا كل شيء، مثلا طلعه قاسيه جدا او نزله انه تبعد عنها، تمشي بسطح مستقيم. وتنتبه على حالها بحيث انه تساوي حركه بتساعدنا على تقويه عضلات الظهر. ما انه تساوي حركه انه تزعج الظهر وتزعج المحور، يعني حركه صح بتفيد المريضه او المريض، حركه غلط بتتفاقم الحاله معنا. طب دكتور في هذه الحاله بشكل عام، بما انه احنا يعني تحدثنا عن يعني اكثر المواضيع المتعلقه بالعمود الفقري بشكل عام، يعني اريد منك لانه يعني كما ذكرنا انه هذا الموضوع جدا منتشر، فنصائح منك للاهتمام بال يعني بصحه العمود الفقري، وخصوصا الاشخاص اللي عندهم الاساس مشاكل، يعني اللي عندها ديسك سابق، اللي عندها انزلاق بالفقرات مثلا، هل يلجؤون مثلا ايضا الى مثلا حمامات مي سخنه او كما يعني كما معروف مثلا المياه المعدنيه وغيرها، هل تفيد في هذه؟ هي بتساعد انه على تخفيف الاعراض وليس الشفاء. نحن عندنا اهم شيء الوقايه، اذا بلشنا من عمر الصغر اول شيء، اذا مشان الامراض مثل الجنف والحداب انه عنايه من الاهل، متابعه من الاهل، مراقبه من الاهل. اذا مريض ما فيه شيء طفل انه عدم انه نخلي الولد انه يقعد بشكل كامل انه على الالعاب، انه نخلي الولد يتحرك او بعضلات ظهره او بعضلات جسمه،
ما يشيل شنتي بشكل خاطئ، ما انه يقدر يقعد بشكل خاطئ. عند الشباب انه الجلوس اثناء العمل انه ما يكون طويل 4-5 ساعات، لا، انه بين كل نص ساعه واحد انه سايب حركات رقبه وحركات ظهر او يقوم يتحرك، ما يشيل شيء ثقيل اثناء الناس اللي عندهم مضطرين انه يشتغلوا مثلا بشيء فيه حمل كثير، انه حمل اوزان، انه لا باس انه يحط حزام على ظهره او انه يشيل بشكل صح. الناس تساوي رياضه طول عمرها، تاخذ كالسيوم، تاخذ فيتامين د مشان انه يساوي، مشان وقايه، مشان الشيخوخه، مشان اكيد. اتمنى كل المشاهدين يستفادوا من نصائحك دكتور، لانه جدا مهمه وقيمه. واريد ان اشكرك يعني على حضورك وهذه المواضيع المهمه فعلا التي يعني حدثتنا بها. اشكرك الاستاذ الدكتور همام باقي، الاستشاري في امراض العظام والمفاصل وجراحتها وامراض العمود الفقري. شكرا على حضورك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. الله يبارك فيك. وشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. أتمنى أن تكون حلقتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم، قدمنا لكم فيها كل ما هو مفيد وقيم عن مواضيع العمود الفقري. شكرا لاتصالاتكم وتفاعلكم، نحن بانتظار أسئلتكم دائما على برنامجنا دليل الصحة. أتمنى لكم إفطارا شهيا وصياما مقبولا إن شاء الله. إلى اللقاء في أمان الله.